صحيح ولا ما زلت ما كل فهمتش ما انت هو عليه زمان فات. في ها كيف طول لا ما اش احكي ما زلت ولا ما عادش طول ما مو انت عندي عميل موقف، كان فما حاجة شوي. لا انا انترينر هنا في فرنسا ومريق معناتها شوي اون فون، فهمت؟ و انا ما خويش التلفزيون باش تكمل ولا حاجه لا فهمت فظني كنت قريب من الكلوب كان شنو؟ فما كونتاكت مع الكلوب قبل ايه كان مع الكلوب لوتوال سي اس اس، كان وقتها وقتاش؟ البريود هيك وقتها ليلتها ريت ليلتها قلت لك مش بيت في البارك المكشخة في الهوتيل لا معناتها. لا مش لا لا مش نحكي وقتها اه نحكي بعد توا كبير اي معناها توا مش اي توا في توا الزين اي توا توا اي جاني كونتاكت مع الكلوب، ما انا رفضت. وقتاش هذا؟ جيتني اول كونتاكت جاني من سي اس اس، فهمت؟ كلمني سي احكي ناصر لنا البد. العام 2016 كيكا اي في جوكا 2016 كلمني سي ناصر البدوي، قال لي اجا عدي معنا سي موا معناتها عام معنا في سي اس اس واحد. برجولي حشمت منه انا، فهمت؟ اما خليه، قلت له انا عندي لاجون تاعي احكي معاه، فهمت؟ انا حشمت منه. انا واخذ في قرارة نفسي، فهمت؟ في تونس خلف المكشخة هذه من قبل، معناتها من اللي طلعت من المكشخة انا صغير قلت ويقولوا كيفاش كلموك؟ كيف كيف على قبل كل شيء معناتها سي اس اس. باش نرجعك على سي اس اس، سي اس اس باهي جمعية كبيرة، وعلى فكرة انا صغير قبل نمشي المكشخة مشيت صفاقس، فهمت؟ عامل قبل انا في سي اس اس، نتكلم مع سي اس اس، اما مدين وقت محبس سايبني، فهمت؟ فهمت اوكي على فكرة سي اس اس جمعية كبيرة برشا، ونح قلت له انا سان شوا راني في الناس، قلت له راني في تونس ما نجمش ما نلعب خلف في تونس خلف تاع قال رجلي. لك قال لي لعب فيهم الزوز اه شنو؟ هو لعب فيهم الزوز اي انا قلت له سان شوا، فهمت؟ هو هو تفهم الوضعية بتاعي وبالعكس، فهمت؟ ما قال حد شيء. ومن بعدها بعد عامين زاد كلمتني الكلوب افريكان، وقت جاء شكون قال وقت البيرو بتاع سليم الرياحي، كلموا لاجون بتاعي كل شيء، كلموا لاجون بتاعي واحد كان عادي غير رفضت. قلت له انا قبلها قلت له فرنجي رفضت السي اس اس على نفس الحكايه هذه، ما نجيش انا باش نجي نكذب على العباد ونقول لهم باش نمشي. من بعد جي صح في الكلوب افريكان هو الخصم اللي فهمت